اتيقنوا ان بيوتكم محل نظر الله، وان ربنا سبحانه وتعالى لا يقطع مدده عن بيت، وتيقنوا ان كل حاجة بتعملها هي فيها يد الله قبل يدك، وان مدد الله سبحانه وتعالى قبل فعلك. فبادر وما تقفش وما تحبطش، لان الله سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب، ويغير الأمور ويبدل الأحوال، لأنه كريم. يلا اتكلوا على الكريم وأقبلوا ووسعوا صدوركم، ومحدش فينا يظن إن البيوت محل إحباط، البيوت محل جمال ومحل مدد ومحل كرم من الله سبحانه وتعالى. يا رب أكرمنا بأن نكون من الراشدين، من أصحاب البصيرة، ونقبل دائماً وأنت مددنا وأنت سعدنا. يا مددي ويا سعدي، أنت وحدك سندي، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين.